ومعلش خليني بس كده عندي تعليق وانا هتكلم، واللي عايز بقى يزعل معلش يزعل، يعني مع احترامي طبعا للكل، ولكن انا هرد على فئه معينه للاسف اللي كانت بتسخر من ابطالنا اللي بيمثلونا واللي بيحاولوا ان هم يشرفوا ويرفعوا اسم مصر في الخارج، لان حاجه كانت بصراحه مستفزه جدا وما فيهاش اي قيم. امبارح لما تقعد تشوفه، مش بس امبارح، يعني بعض الاشخاص يا كريم لو تابعت على السوشيال ميديا وتحديدا تويتر، بعض الاشخاص اللي هي ممكن تكون في حياتها ما حققتش اي حاجه اصلا وقاعد بيكتب بس على الكيبورد وبينتقد ويقلل من شأن مواطن آخر مصري بيسافر وبيشارك عشان يرفع اسم مصر وبيحاول وبيحارب. خلوا بالكم من حاجة، يعني كلامي موجه للأشخاص دي، انت بتتكلم في رياضيين للأسف الشديد، معلش لو هنتكلم بصراحة، هو ما أخدش نفس الفرصة وما أخدش نفس الاهتمام وما أخدش نفس الصرف على نفس الصرف مقارنة بأي مثلا بطل آخر من دولة أخرى مثلا بتهتم بالرياضة من زمان قوي. احنا بنقول ان احنا عندنا دلوقتي في السنوات الأخيرة أصبح هناك اهتمام، لأن القيادة السياسية بتاعتك بقت مهتمة بالرياضيين وكمان الألعاب الفردية، فأنت دلوقتي بتتغير، ثقافتك وفكرك بيتغيروا، فده شيء في غاية الاحترام. ورغم ده ان احنا لسه ما بقلناش كام سنة، سيادة الرئيس لما تحدث عن أهمية الرياضة ودعم الرياضيين والمرأة وغيره وغيره، ابتدى الحركه تمشي. الاول ولا كان حد بينظر لهذا؟ فانت بتتكلم ان في في فرق كبير، خلينا نبقى صراحه، في فرق كبير بين اللاعب المصري ولاعب تاني من لدوله تانية عنده صرف وعنده اهتمام. على فكره هناك ممكن يكونوا ما بيدرسوش ولكن هم بيتمرنوا، احنا ما عندناش لسه ده، احنا لسه عندنا حاجات بنحاول ان احنا يعني نتخطاها ونعالجها ونحسنها. ورغم ده انت عندك بعثه يعني عددها كبير جدا وابطال في غايه الجمال والاحترام رايحين نفسهم ان هم يجيبوا ميدالية علشان يشرفوا ويرفعوا على مصر، فعيب ان احنا نقعد نتكلم بهذا الشكل ونقلل منهم ونقعد نتريق. يعني انا تاني هقول الفئه اللي عملت كده هو ده الكلام الموجه ليهم، غير كده بصراحه كان في دعم، غير كده كان في ناس محترمه بتتحدث ان انتوا شرفتونا على كل حال، ارجعوا لنا باللي تقدروا تعملوه واللي جاي ان شاء الله يكون احسن. طب معلش يعني اعتقد انك تابعت، اعيد صياغه بقى اللي انت بتقوليه بس بشكل اللي هو بالتعبير البلدي الدارج الشعبي، يعني اللي مش قادرين تساعدوا في البناء ما تهدوش، باختصار شديد ما توقفوش المراكب السايره، لان فعلا الكلام اللي بيتقال ده كلام مظبوط مليون في الميه.